بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ونحن تقدم أن أشرنا إلى قول الحق ألم تر، فإن كانت الصورة التي يخاطب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئية أمامه تبقى الرؤية على حقيقتها، وإن لم تكن مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعلمه بها وهي غير معاصرة لرؤياه، نقول أن معناها ألم تر، أي ألم تعلم. وكأن العلم بالنسبة لخبر الله يجب أن يكون خبر الله أصدق مما تراه العين، لأن العين قد تكذبك والبصر قد يخدعك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقلنا التزكية هي أولا التطهير من المعايب، أدي إيه سلب النقيصة، وبعدين إيجاب كماليات زائدة فيها إيه فيها نماء. التزكية اللي زكوها على نفسهم: نحن أبناء الله وإيه وأحباؤه. في آية تانية بقى جابت يعني المسألة، قالت لهم أبناء الله وأحباؤه، قل للرد عليهم في هذه القضية: لما يعذبكم بذنوبكم؟ طب إن كنتوا أبناء وأحباؤه يعذبكم بذنوبكم، لذا القضية إيه بطلة. ثم ما فائدة أن تقولوها لنا أنملك لكم شيئا إذا كنتوا بتكذبوها على من يملك لكم شيئا؟ ده الكلام ده، وإحنا هنعمل فيكم على مالنا ومالكم. إذن أنتم بتكذبوا على من إيه؟ على من يملك لكم ايه؟ من يملك لكم شيئا. وما دامت التزكيه اللي قلنا عليها انه يمدح نفسه او يبرئ نفسه من العيب، قلنا ده بالباطل، لانهم ليسوا ابناء الله وليسوا ايه احباء، وايضا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، برضه قضيه باطله. اذا فمعنى ذلك ان لو ان الانسان لو زكى نفسه بحق تبقى مقبولة. نقول له هي مقبولة بشرط واحد، المراد منها ايه بقى؟ ان كان مراد منها الفخر والعملية اياها تبقى بطلة ولا مش بطلة؟ يبقى لازم لها حال دعا اليها. الحال اللي دعا اليها هو اللي خلانا نقول. فمثلا نحن نعلم قصة سيدنا يوسف، ونعلم ان فيه جذب بعد رؤيا من الملك، انه رأى سبع بقرات ايه سمان يأكلهن سبع ايه. شوفوا الرؤية بقى السمين، العجاف هي اللي تأكل السمان، كان المفروض ايه؟ كان المفروض العكس، دي كانت تبقى قوية وبتاع وتقدر تأكل. شوف الملحظية، لأن السنين الجذب ستأكل من سنين الخصب، سنين الجذب هي اللي هتأكل من سنين ايه الخصب، يبقى العجاف هي اللي هتأكل من ايه. بس مين مين اللي يتنبه الى الشفره بتاعت الرؤيا؟ ما الرؤيا دي مش علم، ده هبه من الله كده يا فاهم. ربنا سبحانه وتعالى يدي الناس خبره في انه ايه يعرفوا الشفره ساعه ما يجي، والا القص الرؤيا دي مش قيلت للملك قالها للناس؟ قالوا ايه؟ اضغاث احلام. اضغاث يعني ايه؟ الضغط وشويه الحشيش اللي تدبيق من هنا ومن هنا ومن هنا، حاجه ملخبطه ما حدش يعرف يا وما نحن، لكن هم أنصفوا قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. برضو كويس، يعني علشان إيه؟ لأن اللي يقولك أنا ما أعرفش. ولذلك لما يجي واحد يقولك من قال لا أدري فقد أجاب، تقول له الله ده هو قال لا أدري يبقى أجاب إيه؟ التناقض ده. قالك لأنه ما دام قالك لا أدري فسيضطرك إلى أن تسأل سواه، لكن لما يقول لك اي جواب فستكتفي به وتبقى ورطته وتنتهي المساله. يبقى من قال لا ادري فقد ايه. فهم لما قالوا اضغاث احلام برضو احتطوا لنفسهم، قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بايه بعالمين. يوم الحق سبحانه وتعالى كان قد صنع التمهيد ليوسف وهو في السجن، لما دخل الفتيان ودخل معه السجن ايه فتيان، قال احدهما اني اراني
أعصروا خمرة. وقال الآخر إني أراني أحمل خبزا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبئنا بتأويله. طب وإيه بالله اللي خلاهم يعرفهم إن يوسف المسجون ده يعرف إنه يأول الأحلام؟ العلة هم قالوها، قالوا إنا نراك من المحسنين. قال لا، طب دولي جماعة مساجين، قال لك نراك من المحسنين، يبقى لازم شاهدوا سمته، شاهدوا سلوكه، شاهدوا في الفترة دي كلها إنه إنسان يعني زي ما احنا نقول إنسان مساوي. فلما حزبهم أمر يتعلق بذاتهم قالوا والله ما فيش أحسن من ده، بقى نروح نسأله. الله. قلنا برضو قديما ولا نزال نكررها علشان تعرفهم ان القيم هي القيم، والصادق محترم عند الكذاب، مفهوم؟ واللي ما بيشربش خمر محترم عند اللي بيشرب. الله. بدليلهم لما حزبهم امره قالوا انا نراك من الايه. طب هو واحد يحكم على واحد بانه محسن الا اذا كان عنده مقياس يعرف بالحسن؟ طب ايه اللي قالك ان ده محسن؟ يعني ايه محسن؟ ان انت لازم عندك مقياس تعرفه به ايه؟ الاحسان والقبح والحسن. الشاهد سيدنا يوسف لما قالوا له كده كان من الممكن ان يجيبهما الى تاويل رؤياهما، ولكن دي مش مهمته. ولماذا لا يستغل هو حاجتهم اليه لامر يتعلق بشخصيهما؟ كل واحد امر يتعلق بشخص، وبعد ذلك ينفذ إلى مراده هو منهما. قبل أن ينفذ إلى مرادهما منه ينفذ هو إلى مراده منهما. نبوة هو بقى وشغل بقى وأصباطه. فقال لهم قبل ما قال إيه إن نراك من المحسنين، طب أنتوا إيه شفتوا من إحساني ده؟ أنا عندي حاجات كتير قوي. إن كنت شفت مني أخلاق طيبة وسلوك حسن ومش عارف وإيه والأخلاق ده، أنا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى زكى نفسه ولا ما زكاش بقى؟ هم قالوا بس إن نراك من الإيه؟ من المحسنين. قال لا، ده أنا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. بس شوفوا بقى زكى نفسه ليه؟ ده هو يريد أن يأخذ بيدهما إلى ربه هو، بدليل قال ذلكما مما علمني ربي. يبقى التزكينة هي مطلوبة ولا لا بقى؟ ردها لمين؟ ردها لله. وبعد ذلك أراد، بعد ما ردها لله قال وتلك ليست خصوصية لي، بل كل واحد من خلق الله يستطيع أن يكون مثلي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، مش كده؟ وبعدين عملت اتبعت ملة آباء إبراهيم. الله. إذا من الممكن أنتوا لما تعملوا العملية دي تبقوا زي ولا مش زي؟ تبقوا زي. بعد بقى قال لهم إيه؟ إله واحد أحسن ولا آلهة متعددة؟ أنتم يا أصحاب الآلهة المتعددة جئتم لصاحب الإله الواحد، يا صاحب الآلهة. طب مع ان التعدد ده يدي القوه، ده ضعفه ادى ايه؟ لانكم يا اصحاب الالهه المتعدده لجاتم الى مين؟ الى صاحب الاله الواحد. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ يبقى اذا هو زكى نفسه ليه؟ زكى نفسه قدامهم ليه؟ عشان ياخذهم الى مين؟ الى جانب من زكى، الى جانب من؟ وهو الحق سبحانه وتعالى. ودي فرعية. وبعدين لما راح بقى والملك قال اتوني بيه استخلصه لنفسي ويبقى مقرب مني ويبقى مش عارف، وبعدين جت سنين الجدب بقى، سنين الجدب اللي هو تنبأ بها الاول في تفسير الرؤية، واشار عليهم بانهم يدخروا من السنين الخصبة علشان يعملوا ايه في السنين الايه الجدب. هو صاحبه التجربة ده كانت اخبار لسه حاجات هتحصل. فلما وقعت علم ان المساله مش مساله بقى تجارب، ده مساله دقيقه. قال له اجعلني على خزائن الارض. يبقى زكى نفسه ولا لا؟ وجاب الحيثيه اني حفيظ عليه، لان المساله دي عايزه واحد عايزه حفظ وايه؟ وعايزه حفظ وعلم. والمساله ما تحتاجش لتجربه، يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب، لا الفتره دي. يبقى اذا زكى نفسه في الوقت اللي ايه؟
الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا أبا، اعدل. واحد بيقول للنبي اعدل، يقول له أنا اعدل، والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. يبقى بيزكي نفسه ولا لا؟ يبقى إذن التزكية إمتى تبقى مطلوبة؟ أولا أن تكون بحق، وأن يكون لها هدف يقرب إلى من يعلم التزكية وإلى من يعطيك التزكية، تبقى دي التزكية إيه؟ صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في آية أخرى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من إيه؟ بمن اتقى. أنك تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاء؟ طب ما تزكي اللي هيدي الجزاء هو عارف. طب تزكي نفسك عندي ليه انا؟ طب وانا هديك جزاء على ايه؟ انا في ايدي ليك حاجه؟ يبقى ده حمق ولا لا؟ نعم. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه. من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مده من الزمن، انما في اشياء انت ما تدركهاش. فربنا لما يزكي يبقى تزكية عن علم وعن ايه؟ وعن خبر. ومع ذلك حين يزكون انفسهم ديا محت حسناتهم، لا برضو رغم انهم زكوا انفسهم عملوا كده، وقالك مش هناخدهم يعني كده، لا برضو لا يظلمون ايه؟ لا يظلمون فتيلة، عدالة برضو. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. أولا أنت عارفين أن القرآن نزل على بلسان عربي على نبي عربي، الذين باشروه أولا عرب ولا لا؟ فاحنا عارفين أن هو واخد أغلب إيحاءاته من البيئة. عندهم النخل ده عندهم شجرة الإيه اللي هي يعني أولا شجرة ما يسقطش ورقها أبدا، وبتدي لهم كل حاجة فيها فائدة، كل حاجة فيها إيه؟ لا يوجد شيء فيها في النخلة اسمه فيش فيه فايدة أبدا، كل حاجة فيها لها إيه؟ لها فايدة. طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل قال إن من الشجر إيه؟ شجرا لا يسقط إيه؟ ورقه، هو كالمؤمن كل أموره خير. وقع الناس في أشجار البوادي، وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لأبيه أنها وقع في نفسي أنها النخلة، كل حاجة تاخدها منها تلاقي لها إيه؟ لها فايدة. حتى البتاع الخيش اللي بيبقى حوالين البتاع عشان يحمل جريد ده بناخده نعمله ايه؟ مكانس، واللي نعمله ليفة، واللي نعمل منه مقاطف، واللي نعمل منه زنابيل، واللي نعمل منه كراسي وجريد، واللي نعمل منه كل شيء، الجزع نسقط، كل حاجة فيها ايه؟ فيها ايه فايدة. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعني يطلب مثالا على شيء معنوي يوم يأتي بالشيء المحس في البيئة العربية. لا يظلمون فتيلا، الفتيل من الفتلة، يعني فتيل من معناه الشيء بين الأصابع، تدلك أصابعك هكذا مهما كانت نظيفة يقوم يطلع منها بعض الوسخة زي الفتل كده، أدي فتلة. إذن كل ما واحد يعمل كده لما تروح حمام ولا أي حاجة ويعمل كده يقوم يطلع عليك زي الإيه؟ زي الخيوط، اسمها إيه؟ هذه فتيل. أو الفتيل هو القطعة من التمرة اللي داخلة في بطن النوايا، النواة البلحة فيها خيط كده، خيط من التمرة، هو حتة من التمرة، لما انت بتيجي تاكل التمرة يوم حتة تبقى لازقة فين؟ في الباطن بتاع النوايا كده. النوايا دي ربنا جابها ثلاث مرات في القرآن، جاب الفتيل هنا، وجاب النقير، تمسك اي نوايا تلاقي فيها نقرة في الاخر كده، النقرة اللي في الآخر دي اسمها النقير، من المنقار يعني كأنها كده منقورة مش كده كويس. وبعدين قطمير، قطمير اللي هي القشرة اللي لفة النوايا، اللي زي قشرة البيض كده، زي غرق البيض كده، قشرة لعمة كده، يبقى فيها كم حاجة؟ نواة فيها ايه؟ فتيلة، وفيها النقير، وفيها الايه؟ القطمير. وربنا استعمل ما لا يملكون من قطمير، ما عندهمش قطمير يملكوه. ادي واحد. طيب ولا يظلمون ايه؟ فتيلة، وبرضو ايه؟ والنقير برضو. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى اخذ من النوايا
ثلاث أشياء يدينا من الشيء المحس أمامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامه. وبعدين يجي لنا حتى يرتفع، شوف من السماء الهلال، وبعدين يجي له في الأرض في البتاع يوم إيه يجي للهلال كده وهو لسه صغير ومعه كده، يقول إيه كالعرجون القديم. الله، كالعرجون القديم. العرجون اللي هو ايه بقى؟ انت عارف الصباطه بتاعت البلح مش فيها شماريخ وفيها ايد كده شايله الشماريخ موصوله بقى الشماريخ، ده اسمه ايه؟ العرجون. لا، العرجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شويه، لكن كل ما يقدم يعمل ايه؟ يقفع ويعمل كده اهو. يقوم جاب لهم الهلال من السماء واداله مثال في الايه؟ في الارض، كالعرجون الايه؟ كالعرجون القديم. شوف الضآلة قد ايه، يعني هم شبهوها بحاجات كتيرة قوي، لكن في حاجات قد لا يتنبه اليها، زي يقول لك ايه وغاب ضوء خمير كنت ارقبه مثل القلامة قد قدت من الظفر. انت ساعة ما تيجي تقص ظوافرك وتعملها كده تقوم تطلعها تلاقيها ايه مقوسة كده، انما مش كل واحد يتنبه لدي، هو جايب حاجة ايه حاجة واضحة قوي. الكنو ده هو والعرجون القديم ده كل واحد ايه. إذن الحق سبحانه وتعالى فأتى يعطي مثلا لأمر معنوي، يوم يجيب من الأمر الإيه؟ من الأمر الإيه؟ المحس قدامك عشان يقرب لك الإيه؟ المعنى. كلمة فتيل يعني شيء إيه؟ أنت لما خدت التمرة أكلته ما حرصتش على إنك أنت تجيب دبوس ولا عود كبريت ولا سلكة سنان وتطلع الحتة الفتيلة اللي انخدت من التمرة محضونة وما طلعتش وياها، مما يدل على انها شيء ايه؟ شيء تافه ونقير يعني بسيط. ووقت الله، اذا المسائل كلها ربنا خد من النواة امثلة وخد من النخلة ايه امثلة علشان يقرب لنا الايه؟ يقرب لنا المعاني. ولا يظلمون فتيلة. انظر أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لرسول الله خطاب لأمته. انظر كيف يفترون على الله الكذب. يفترون، قلنا الافتراء كذب متعمد، كذب ايه متعمد. يفترون على الله الكذب في قولهم ايه لما حبوا يعني يزكون أنفسهم، نحن أبناء الله وإيه وأحباء ولن يدخل الجنة إلا من كان. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ليه؟ لأنك أنت أن تكذب عن مثلك ممن قد يصدقك يبقى معقولة شوية، إنما تكذب كده على إله وانت عارف إن أنت كده تبقى كحة بقى، تبقى إيه؟ تبقى كحة. تكذب على ربنا دي تبقى كحة، إنما تكذب على خلق يمكن يمكن تمشي عليه. وكفى به إثما إيه؟ يبقى الكذب مطلقا إثم، إنما كذب مبين يبقى على مين؟ على من لا. نعم، والمهم إنه مش هيفيدك. ثم يقول الحق ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم إيه؟ عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس ما لهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول، إنما ده عندهم إيه؟ نصيب من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ده عندك نصيب من الكتاب، أول مهمات الكتب السماوية أم تربط المخلوق بمين؟ بالخالق. أول مهمة الكتب السماوية وربط المخلوق بالخالق ديا تربيب لقدرات المخلوق. إيه يعني تربيب لقدرات المخلوق؟ يعني تنمية. إزاي؟ أم قال لك لأن أسباب الله في الكون قد تعز عليك وقد تقفر يدك منها، فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند عزوف الأسباب انهارت، وربما فارقت حياتك منتحرا. إنما اللي مؤمن بالله ده ساعة ما أسبابه تمتنع عنه يقول الله طب ما تروح في داية الأسباب، طب ما أنا عندي المسبب.
ايه ما تندهش الاسباب مش كده ولا لا؟ يبقى اذا بيدي قوة ولا لا؟ اذا الايمان بيدي للناس ايه؟ بيدي الناس قوة، بيوقفهم على ارض صلبة مهما عزت اسبابك وانتهت ما فيش فيها كده. اذكر المسبب، حين تذكر المسبب يبقى افاق حياتك تبقى رحبة ولا لا؟ افاق حياتك رحبة. الذين ينتحرون، ينتحرون لماذا؟ مش لان الاسباب ضاقت عليهم وعلموا انه لا مناص من انهم في عذاب. لكن المؤمن لا، المؤمن يقول ايه؟ يقول يا رب. مجرد ان يقول يا رب تريح، حتى قبل ان يجاب. ليه؟ لان كلمة يا رب التفت الى مسبب الاسباب حين عزت الاسباب، وساعة ما يلتفت الى مسبب الاسباب عند امتناع الاسباب تديله ايه؟ قوة. تيجي ازاي؟ يقول لك انا اعرف هتيجي ازاي، ما من حيث لا يحتسب، بقى ما هي مش باسباب. والا تيجي تقول لي هتيجي ازاي؟ هو انا قلت لك انني اله؟ لا انا ما قلت لكش انني اله، انما انت مجرد قلت ايه؟ يا رب، تلتفت اليك ايه؟ ارتاح. ارتحت ليه؟ لانك وصلت كيانك ده كله بمين؟ بالخالق. وكيانك ده منه ما هو مقهور لك ومنه ما هو غير مقهور لك. الكيان نفسه مش هيجي في الاخر يشهد علي ولا لا؟ هتشهد الارجل والجلود والاخر. طب ايه؟ امالك لانها في الدنيا كانت مقهوره لارادتي. انا بقول للايد اعملي كذا، والرجل اسعلي كذا، واللسان اشتم. الله قال لها يا جوارح انت خاضعه لاراده مين؟ لاراده صاحبها. لكن في يوم القيامة بقى هل يكون لي إرادة على جوارحي؟ هتتمرد علي جوارحي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انتوا يا مكتوني، يا مكتونا في الدنيا وحملتمونا أن نعمل شيء نحن نكرهه، نعمل شيء نحن ايه؟ نحن نكرهه. اختبونا بقى من ايه؟ لمن الملك اليوم؟ خلاص مفيش، انتوا مالكوش ولا لكم اراده علينا. نعم. اذا النصيب من الكتاب هو اول حاجه بيربط الخالق المخلوق بمين؟ خالق. اذا ارتبط المخلوق بالايه؟ بالخالق، قويت اسبابه ولا لا؟ وما دام تقوى اسبابه يبقى يستقبل الاحداث ايه؟ الاحداث بثبات. ساعه ما يستقبل الاحداث بثبات ما ينهزش. ليه؟ يجي له فرج ربنا، يجي له ايه؟ فرج ربنا. احنا قلنا زمان ان اللي عشان تعرفهم ان القرآن يجب حين تقرأه قرآنا يجب تشوف اللقطات اللي بيديها العقدية، اللقطات العقدية. احنا قلنا ان سيدنا موسى لما حب ياخد بني اسرائيل من فرعون ويخرج بهم مش كده؟ جاوز راح البحر، وبعدين قبل ما يوصل البحر كده كان قوم فرعون تنبهوا لمين؟ له. امم جم بجيشهم وراه ولا لا؟ طيب على الأول ادي قوم فرعون ورا، وادي الايه؟ البحر اهو، لا مناص. زي ما قال القائد إيه؟ العدو ايه؟ والبحر ورا. انتهت المسألة. ام قال قوم موسى ها انا لمدركون. بالله حد يكذب دي؟ ما هو. فماذا قال موسى؟ كلا. قال قوم موسى إنا لمدركون إيمانا بالأسباب، وإن الأسباب هي كده، أدي البحر وأدي قوم فرعون. إنما موسى لا، نظر إلى أعلى للمسبب الأعلى، قال لا، وقالها بملء فيه لا، ويمكن تكذب بعد دقيقة. لا، قال لك ما تكذبش. ليه؟ لأنه ما قالش لا من عنده، مش من محيط أسباب، ده قال إن معي ربي سيهديه. ما دام ان معي، ادي فايده الايمان بقى، ان معي ربي سيهدين. وبعدين لما قال ان معي ربي سيهدين قال له ايه؟ قال له خلاص بقى ما دام عرفت الحكايه اضرب بعصاك البحر. مش شوفوا بقى، مش قال له اتضير على دولي وهتاكلهم وتغلبهم، لا، اضرب بعصاك البحر عشان يدي الشيء ونقيضه، عشان تعرف ان مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطي الشيء ونقيضه. محدش البشر ما يقدرش يعمله. قال له اضرب بعصاك الايه؟ لما ضرب البحر. طب الماء قانونه الاستطراق والسيوله، فلما ضرب البحر بالعصا اصبح كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه؟
شوف الجبل فيه صلابة ولا لا، طب والمية فيها رخاوة، ازاي انتقلت الرخاوة دي الى ايه؟ الى صلابة كده. طب ده الماء يعني مهمته الاستطراء، مش ممكن تكون حتة واطية وفيه مية في عالي قبل كده؟ فمشي نفد منه، لما نفد احب انه يطمن برضه باسباب البشر، رجع برضه لاسباب البشر، حب يضرب البحر عشان البحر يرجع ايه زي ما كان، عشان قوم فرعون ما يجوش ايه، ما يجوش وراه. ام قال له لا، اترك البحر راهو، نسيبه زي ما هو، اوعى تقدم له، لانني اريد ان هم يغريهم اليبس فينزلوا كده، لما يبقى اولهم عندك هنا اعيد الماء الى استطراقه فيغرقون، يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد. اذن النصيب من الكتاب بيدي ايه المؤمن صلابة. قال اللي اوتوا نصيب من الكتاب، قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ودي ازاي بقى؟ قال لك بعد وقعة احد جاء حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف وابن ابي الحقيق وابو رافع، ابو رافع دول عتاولة الايه اليهود، وخدوا برضو 70 من ويهم من اليهود ونزلوا على مين؟ على مكة، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله. وبعد ذلك نزل بقى كعب بن الاشرف زعيم الزعماء ده، نزل على ابي سفيان وقال له ان احنا عايزين نتعاهد على اننا نقف امام محمد. فقالوا له انت صاحب كتاب، يعني مؤمن وعندك توراه وعندك سماء وعندك رسوله، واحنا ما عندناش الحكايه دي، ومحمد بيقول انه صاحب كتاب وبرضه رسول والى اخره، اذا فبينكما ايه علاقه الاتصال بالسماء، ايه اللي يدرينا انك انت وهو متفقين علينا في الحكايه دي؟ يعني احنا مش هنصدق الكلام بتاعك ده الا اذا جيت للالهه بتاعتني وعملت رسوم العباده عندها. فالجبت والطاغوت اهما صنمان بتوع قريش، وراحوا الجماعة بتوع اليهود اللي عندهم التوراة وعندهم نصيب من الكتاب وراحوا ايه خضعوا لهم. او الجبت هو كل من يدعو لغير الله، سواء كان شيطان سواء كان كاهن سواء كان ساحر. طب اذا كان هذا هو الجبت يبقى الطاغوت هو الطاغوت، ده من طغى، اسمه مبالغة من ايه، من طغى، مش طاغي، لا ده ايه طاغوت. والطاغوت هو الذي كلما أطعته في ظلم ارتقى إلى ظلم أكثر، يعني اتفرع أكثر، ده اسمه طاغوت. المهم سواء كانوا صنمين أو الآلهة اللي بيدعوها، المهم إنهم إيه خضعوا لهم وسجدوا عشان مين؟ قريش تصدق الله. فأبو سفيان يقول له كعب بن الأشرف احنا عايزين نقف صف واحد امام دعوة محمد. فقال له لا، انا ما صدقش الا اذا كنت هتيجي ويانا وتؤمن بالجبت والطاغوت، فعلشان ينفذ مهمته بالجبت والطاغوت. وبعدين قال له الا محمد عمل ايه وياكم؟ قال والله فارق دين ابائه، ادي واحدة، وقطع رحمه وسابهم وفر الى الايه، وفر المدينة. احنا غير كده خالص، احنا بنسكي الحجيج وبنقري الضيف وبنفك العان وبنصل الرحم وبنعمر البيت وبنطوف بالبيت، يعني جاب ايه حكايات ايه قاعد ايه ينفخ فيها شوية. ام اصحاب اللي اوتوا اللي هم الجماعة اللي اوتوا نصيبا من الكتاب عشان عداوتهم لمحمد، قالوا يا سلام، ده انتوا اهدى من محمد سبيل. فبيقول بقى شوف، بيقول له يا محمد انت شوف العجيبة بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك فعداوتهم لك ووقوفهم أمام دينك وأمام النور الذي جئت به خلهم ينسوا نصيبهم من الايه من الكتاب ويروحوا لمين؟
يؤمنوا بالجبت وبالايه بالطور. القوم الذين كانوا يقولون لهم قديما انه سياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. يقوم يروحوا يعملوا ايه؟ ام قال يبقى دول عندهم حاجه من الدين ولا عندهم حاجه؟ أم قال بده يطمن رسول الله بانهم هؤلاء ان عزلوا عن مدد السماء، فان وقعت معهم في حرب او في خلاف فاعلم ان الله قد تخلى عنهم لانهم تركوا النصيب من الكتاب الذي اوتوه. يبقى اذا دخلت وياهم اوعى يجي في بالك ان دول ايه؟ ان دول اصحاب كتاب وبتاع. اذا فحوى الكلام انه يريد ان يقول ان الله قد تخلى عنهم وان الله ناصره، فلا يغرنك انهم اصحاب مال ولا اصحاب علم ولا اصحاب ثروات، كل ده زال لان ايه حظهم من السماء قد ايه قد انقطع، لان الشرك قد ايه قد حازهم، وقد جعلوا العداوه لك والانضمام الى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم ثمنا ان يتركوا هذه الاشياء. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين ايه من الذين امنوا سبيلا. لما قالوا له ده احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل، ومحمد قال لهم لا ده انتوا احسن منه، انتوا احسن منه، هنتفقوا وياكم. اولئك ساعه تسمع اسم اشاره اولئك يبقى جمع، والكاف خطاب لرسول الله ونحن في طي خطابه صلى الله عليه وسلم. اولئك خضع المين اللي هم اوتوا نصيبا من الكتاب ومن بالجبت والطاغوت ويقولون للذين ايه كفروا هؤلاء اهدى من الذين، ولا اولئك الاثنين ده وده؟ ام قال لك طب وما تاخدها كده تقشهم ويا بعض كده وخلاص. اولئك الذين لعنهم الله، واللعن برضه ايه اما ان يكون الايه الطرد واما ان يكون الايه الخزي واما ان يكون الاهلاك. اولئك الذين لعنهم الله، والخزي نشا من ايه؟ من انك تجد المد الاسلامي كل يوم ايه يزيد، وبعدين وهم ارضهم تنقص مش كده؟ الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من ايه من اطرافها. كل يوم المد الاسلامي يزيد، وما دام المد الاسلامي يزيد يبقى ارض الكفر تقل ولا لا؟ نعم. اولئك الذين لعنهم الله، يبقى الطارد مين؟ لانك حين يكون الطارد مساويا للمطرود ربما صادف من ايه من يعينه، انما اذا كان الطارد هو الله بقى ومن يلعن الله اللي يطرده ربنا فلن تجد له نصيرا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام طرده يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدخل في روع الناس كلهم انهم يتخلوا عنه لاي سبب من الايه من الاسباب. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرة. اهي ديك جت ايه الفتيل وجت هنا الايه وجت هنا الايه النقيرة. ام لهم نصيب من الملك، ايه الحكاية بتاع ام لهم نصيب من الملك دي فاذا لا يؤتون الناس نقيرة؟ قال لك الاية في آية في القرآن قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي رب ايه اذا لامسكتم خشية الايه، علشان تخافوا لا تقل، تخافوا لك ايه لو خدتوا خزائن ربنا. لو انتوا خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها امداد القيومية، تقوموا تقولوا ده هناخد منها ايه تقل. يقول له بقى ام لهم نصيب من الملك، يعني فحوى العبارة ايه كده؟ ام قال لك ان دول كلهم سواء كان كفار قريش او الجماعة كبراء اليهود كلهم بيحافظوا على ايه؟ بيحافظوا على مكانتهم، لان اول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل؟ اللي واخدين السياده بقى. ما دام اللي واخدين السياده هيجي يقول لك الرؤوس تساوت بقى وبتاع وحاجات زي دي، يبقى هم اللي يزعلوا ولا لا؟ هم اللي يزعلوا. يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السياده
بيكون عندكم انتم خير للناس. ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه؟ نقير. الله. يبقى اذا انتم بتحافظوا على ايه؟ لان الانسان من ساعة ما يجي يريد ان لا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير. وما دام الجبروت ده مديله خير نقول له ما هو خير الخير ان يدوم الخير. مش بس تبقى في خير بس يضمن انه يدوم. والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا عمرك فيها مش مضمون. تبقى دوام الخير انه يجي ما ايه لا مقطوع ولا ممنوع هناك في الاخره. تبقى انتم اذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجاه وعايزين يبقى لكم الملك دي والابهه والعظمه، هل انتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجه حتى يبقى في عذر لكم ان الناس بتستفيد منكم حاجه؟ طب عايزين ربنا يديهم دي عليكم ليه بقى؟ ما يمكنش يديهم عليه. ام لهم نصيب من الملك؟ فاذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما ياتوش الناس نقير، ما بيدوش الناس نقير. ولذلك الانسان الحق سبحانه وتعالى في سوره الفجر يوضح العمليه دي يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه؟ اكرمه. طيب واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. يبقى اللي عنده نعمه يقول ربي ايه، واللي ما عندوش يقول ربي ايه. فيقول الحق تعقيبا على القضيتين كلا. ما دام يقول تعقيب على القضيتين كلا يبقى انت كذاب يا اللي قلت ان النعمه اللي انت خدتها دليل الاكرام، وانت كذاب ايضا يا اللي قلت عدم المال دليل الاهانه. يبقى لا اعطاء المال دليل الاكرام ولا سلب المال دليل، قضيه غلط من اساسها. قال ايه؟ كلا. ليه كلا؟ قال لك بل لا تكرمون اليتيم. انتوا بيبقى عندكم المال وتكرموش اليتيم، يبقى المال ده مصلحه ليك ولا حجه عليك بقى؟ يبقى ما هوش اكرام، ده هيهببك البعيد. كلا بل لا تكرمون الايه ولا تحضون على طعام المسكين. طب يبقى المال اكرام ليه بقى؟ ده جايب لك بل والحدك اهو. الله. هيبقى انت مسؤول عندك ولا بتديش منه؟ يبقى اذا لما ما يكونش عندك يبقى احسن ولا لا؟ يبقى يبقى رد من اوتي المال الى من لا ايه الاحسن منه اللي ايه كلا بل. وانت زعلان ليه اللي ما عندكش مال؟ طب ما يمكن يبقى عندك مال وتبقى تخيب زي خيبتهم. طب ما يبقى عندك مال وتخيب زي خيبتهم، يبقى المال ده شر عليك ولا لا؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فإن بخلت كتير هتطوق بغل أشد. ولذلك لما يجي الغل يشتد عليه يقول يا ريتني خففت الغل شوية، ما تخفش ولا حد. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول هم بيعملوا العملية دي اللي بيتفقوا، ده يجي من هنا ويترك النصيب من الكتاب ويروح يقول للذين كفروا لا أنتم أهدى من محمد سبيل، مع أن عندهم نصيب من الكتاب. إيه الحكاية دي؟ دول بيحافظوا على سيادتهم ودول بيحافظوا على إيه؟ لأن اليهود كانوا في المدينة أصحاب الثروات ولذلك عايشين على الربا، وأصحاب الحصول وأصحاب الزراعات وأصحاب العلم لأنهم أهل كتاب، إذن واخدين عناصر السيادة كلها. فلما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يروح مزلزل كل هذه المسائل من تحت رجليهم يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ وبرضو الجماعة اللي هم بتوع كفار قريش كانت لهم إيه؟ قريش سيادة على الجزيرة كلها. من الذي يستطيع من اي قبيله في الجزيره ان يتعرض لقافله قريش؟ مش ممكن. ليه؟ ام قال لك لانهم يتعرضوا لهم يخافهم لما يروحوا، لان الحج هيروحوا كل القبائل بتروح، فيروحوا في حضن مين؟ في حضن قريش. يبقى اذا المهابه اللي متربيه لهم جايه منين؟ القوافل جايه منين؟ جايه من البيت. ولذلك لما تلاحظ تجد الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر كيف فعل ايه ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ليه عله العمليه دي؟ لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف. يبقى لولا انه عمل كده كان البيت انتهى ولا بقتش لهم الايه
اذا ما يقدروش يروحوا لا رحله الشتاء ولا رحله مين، فجعلهم كعص ماكول. يوصلها بقى كده لايلاف قريش، ايلافهم رحله الشتاء والايه والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت اللي عامل لهم عز، الذي اطعمهم من جوع، جاب لهم ثمرات كل شيء عندهم، وامنهم من خوف حين تسير قبائلهم في الشمال وفي الايه وفي الجنوب. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا إذا كان لهم هذا النصيب لا يؤتون الناس نقيرا، أي الشيء الإيه الشيء التافه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ والحسد لمين؟ أم قال لك شوف بقى التعبير القرآني، الحسد في الواقع لرسول الله، لأن ربنا اصطفاه واختاره علشان إيه؟ ولذلك هم قالوا إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إذا كان واحد الله، إذن أنت مش القرآن كويس في نظرك، بس اللي مزعلك إنه جاي لمين؟ اللي جاي على محمد. تبقى أنت المسألة. قال لك ما هم من تغفيلهم كده. ولذلك هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، طب الله العظيم العقل كده يقول طب إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله تبقى اهديني له ولا لا، خليني أقبل ولا، طب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة يعني نموت ولا نتبعش هذا الحق، طب ما هو ده تغفيل ولا لا، دل على أنها عصبية مجنونة، عصبية مجنونة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم وما عايزين يقسموا رحمة ربنا، يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ بقى عايزين يقسموا الرحمة واحنا قسمنا بينهم المعيشة بتاعتهم في الدنيا. احنا اصحاب، احنا اللي نختار واحنا نختص برحمتنا من ايه من نشاء. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ اذا المسألة ان ازاي واحد زي محمد هو اللي يقوم بالعملية دي. فاذا لو استقبلوا ما جاء به محمد استقبالا عادلا بعين الانصاف لوجدوا ان اللي كل اللي جه به كلام جميل قوي. امال اللي مزعلكوا ايه؟ انه يجي على ايد ده. ام يحسدون الناس؟ طيب اشمعنى عدل ام يحسدون رسول الله وقال ايه الناس؟ قال لك لان كل خير يصيب رسول الله عائد على الناس جميعا. كل خير يعني ما فيش حاجه له خصوصيه، كل خير يعود على رسول الله خير لمين؟ للناس جميعا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول انني هقبل شفاعه الرسول في للاهل الكبائر ولاهل الذنوب فيكم. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امن بالله ايمانا يتسع لنفسه ويتسع لكل امته. ولذلك يؤمن بالله ويؤمن ايه ويؤمن للمؤمنين. هو امن ايماننا اهو ايمان لله خاص به ويؤمن لمين؟ للمؤمنين. يبقى كانه امن بالله ايمانا يتسع لنفسه ويتسع لمين؟ اذا فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى حينال لامته ولا لا؟ وايضا فان الفضائل في البشر فضائل موزعه، فضائل ما فيش واحد مجمع فضائل، لا انت واخد زاوية في الفضل وده واخد زاوية وده واخد زاوية وده واخد زاوية. ليه؟ قلنا زمان عشان نتكامل. عشان ايه؟ انت واخد زاوية في الموهبة وفي الفضل مش عندي، اقوم انا محتاج للي عندك من الزاوية، انا برضو واخد زاوية مش عندك، تقوم انت تبقى محتاج لي وده محتاج لي، يبقى العالم يعمل ايه؟ يتكامل تكامل احتياج مش تكامل تفضل، لان فيه فرق بين تكامل الاحتياج وتكامل الايه. بالله لو ان الناس جميعا مستوون في المواهب، طب مين بقى كان يكنس لنا الشارع ومين ينزح البكابورت ومين؟ ها؟ طب كان يبقى تفضل بقى انت تتفضل يوم وتنزح لنا البكابورت وده. لا يا اخويا، ربطها بالايه؟ ربطها بالحاجه. ويبقى مبسوط قوي الراجل وهو شايل البتاع بتاعه النزح البكابورت دي، اللي لما ربنا يفتح عليه ببكابورت ايه قول يا فتح يا عليم، مش بيقول كده؟ ولما يجي كده وينبسط ويقعد الله، لولا ان بطنه جعانه واولاد عنده جعانين، ربطها بالايه؟
ربطها بالحاجة وقلنا بقى زمان، وبعدين تيجي للي في عنجهويته وفي مركزه. قلنا عليه لما دخل البيت الظهر كده بعد ما رجع، أم لقى البيت ريحته وحشة والجنينة مليانة بقى البكابورت انسد، فكله طف على البتاع وخلى الريحة ما طقهاش. انتوا ما جبتوش ليه مش عارف الايه؟ والله الراجل ما لقناش. ليه هو فين؟ قال والله ده راح في الحتة الفلانية. يجرب عربيته يدور عليه ويترجاه. قال له شفت بقى اهو انت تلويت بمناخيرك اهو عند حتة هو فاضلهم فيها. تلويت خلاص. يبقى ساعة ما تتذكر الحكاية دي لا تذكر دي جن. يوم ربنا عامل ايه في الكون؟ موزع اسباب فضله على مين؟ على خلقه، علشان ما فيش واحد. يبقى اذا نخلصه من هذا ان الكون عايز حركات متكاملة. اوعى تقول في حركة اقل من حركة، اوعى في تقول عمل حقير او عمل جليل. الحقير والجليل في العامل مش في العمل. ما دام عمل بتؤديه بأمانة وبصدق وبإخلاص يبقى هو ده العمل الجليل. يبقى لا يقال ايه عامل وايه عمل وعمل، تقول انما هي عامل وايه. يبقى واحد مثلا يمكن في اقل منها، انما بيتقنها يا اخي بيتقنها. يبقى عند الله ايه؟ ولذلك ربنا يقول ان الله يحب اذا الرسول، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان ايه. ليه؟ لان هي دي الموهبه اللي ربنا ادها لك، فاحسنها في الكون. وزي ما قلنا سابقا اذكروها، ان الذي يتقن عمله يشيع في الكون نغمة تلذ لإذن الكون كله، لأن كل واحد يشوف حاجة حلوة يقول الله. يبقى إذن أي عمل متقن يشيع في الكون إيه؟ الله. كل حاجة حلوة تشوفها تقول إيه؟ الله. كل الله. إذن اللي بيتقن عمله بيزود نغمة في الكون ولا لا؟ ساعة ما يزود نغمة الله دي في الكون يبقى الكون كله إيه؟ كله الله الله. واللي يعمل عمل وحش يبقى بزيادة هنقول أخي، مش هنقول الله، مش كده ولا لا؟ تبقى وما تفتكرش إن حد بيضحك على حد، أصل ما دام الحق قيوم يبقى ما فيش حد بيضحك على حد. يبقى إن واحد غش ودلس في حاجة يقول ربنا يقول له هو أنت زوايا حياتك في إيدك كلية؟ ما أنت في إيدك زاوية واحدة من حياتك وبقية الزوايا عند مين؟ برضو هتيجي تدلس في اللي في إيدك دي، ربنا هيبعت لك التنين يدلسوا لك في الإيه؟ في حاجتك، وتبقى الحكايه خالصه ولا مش خالصه. من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. والى لقائنا اخر ان شاء الله.